انا عايزه صفحه على الفيسبوك وصفحه على الانترنت وصفحه على دي هي دي الاثنين بواحد. طيب ماشي، صفحه على الفيسبوك، صفحه على اليوتيوب، وصفحه على الانستغرام، وصفحه على التيك توك، وصفحه على سناب شات. يعني انا بدي اياهم هيك تشكيله كامل. باكج يعني. ايوه. ما فيش مشكله. شو تشكيله ما اشكيله، شو رح تستاجر النت كله لك يا بديع. هو بس هي الفكره كلها اللي بتعمل كل ده عشان توصل للاودينس بشكل اسرع، وفي نفس الوقت تلم مشاهدات كتيره وفيو ولايكات. تمام. وحضرتك يا مستر بديع، حضرتك في شغلك عامل ديجيتال ماركتنج عشان يوصلوا لك الزباين اكتر؟ لكن ما عندي. أيوة. حاطط للمحل 5 قفوله. انا اقصد تسويق الكتروني. وات يا بدعدع، هو قصده الديجيتال مارتن كينج يعني شوبينج اونلاين. شو بنا بوران على اساس فهمت عليكي يعني؟ بديع شو بك عامل لي فيها لغات روسيه وتستيجي دم العالم؟ افضحتنا من اول موقف تعرضت له. لك خلاص بوران، لك الله يرضى عليكي. ترانستيل ترانستيل ماشي. ابو عبد السلاخ، لك تتذكر لما كان يجيب خروفين يذبحهم قدام المحل مشان يعمل تسويق شعبي، الرايح من اهل الحاره والجاي يشوفوه؟ لك هذا هو ابو عبد السلاخ ما غيره. تماما. وقت اللي كان يجيب خروفين ويذبحهم ويعمل عراضه، هذا هو. وين الخالي يشوف ابن اخته؟ وين الخالي يشوف ابن اخته؟ وين الخالي يشوف ابن اخته؟ لك ايه، كان يذبحهم مشان يكتروا الزباين. لك قولي شوبينج اونلاين. ايوه. حبيبي ياسو الله يرضى عليك. امرني. بدي منك كنت التايتين واونلاين وحده. وليه مش اثنين زي يوم؟ لكن لا، عندي 5 قفولة بكفوا. قولوا الله يا رجال. يلا. أيوة. تيام فوالا، رحب حبيبتي ضيفي كونتيننتال. إيه لك؟ يس، زيتون أند مربى. أوكي. إيه ده؟ Thank you baby. زيتون ومربى؟ يس، كونتيننتال. نحن كان فينا هيك نتعشى عشا دسم، بس سوري عاملين دايت. دايت؟ مفيش مشكلة، ألف سلامة. طبعا فانزاتي وحبايب الحلوين، انا بشكركم جدا. طبعا هنادي، انا ما طيب استاذنك يا هنادي، هفتح الباب واجيلك. ايه ايه ايه، في ايه؟ الباب بيتهد. ايه ده؟ الله، ساعه عشان تفتح. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ايه ده؟ تعالى يا صلاح. صلاح، احنا قلنا ما نخشش بايدينا فاضيه. تعالى يا حبيبي. ايدينا فاضيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا خد يا سلام. مفيش يوسفي؟ يعني احنا اكلنا وشربنا وشويه هنحلي، ما تعرفناش بالاساتذه. صلاح الوحش، احمد صلاح الوحش. اهلا وسهلا احمد. اهلا اهلا. والاستاذه؟ الاستاذه انا مرفع. اهلا وسهلا، امروني. شوف بقى يا استاذ ياسو. ايوه. انا بحبك حب مش طبيعي. الله يخليك. يعني انا من البيج فانز بتوعك. انت عارف البيج بتاعت ياسو فانز لافرز؟ مالها؟ مش دي بتاعتي بقى، انا بتاعتي ياسو بيج لافرز. ما شاء الله. كل فيديوهاتك انا اللي بنزلها لك، وانت عامل كده وانت عامل كده، الحاجات المتركبه دي. أيوة. انا اللي بعملها لك. الله يخليكي. بعشقك. الله يخليكي. المهم بقى، امريني، ان انا عامله فيديو وعايزك انت بقى تقول لي رايك فيه. ماله؟ اصل انا ايه، فاشونيستا وانفلونسر وبلوجر، الثلاثه مع بعض. الله اكبر. الفيديو بقى خرباها فيه بقى، خد اهو. لو عندك حاجه يعني للانفلونسر. لانها ما بتنامش تعبانه. ايوه ايوه ايوه. عسل يا فندم، عسل. ما تاكلوهم يعني عكس عكس، ما احنا في فرح. خليك في حالك. انا اسف انا اسف. مش حتى بس السمنه البلد. ولا عندك اي. يا نهار اسود. قرف. يا نهار اسود. نايم. ايه القرف ده؟ الله 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 اكبر. ده رائع. شفت قمر؟ اسطوره قمر. انا جميله جمال اسطوره. خف الدم ما شفتهاش. طبعا في الزعنوف. الله. طبعا. ايه ده؟ طبعا لو مخرج امريكا المشهور شافه مستر اسكورسيزي
هينتحر. الله يرحمه. الله يرحمه. خطيرة خفت. اه طبعا دي المباحث احتمال تقفل النت بسببك. ليه؟ ده زفت. ولا اوعى تعوق تتكلم عدل يا. انا اسف. ايه ده؟ بيقول على الفيديو بتاعي زفت يا صلاح، انا مش هتكلم يا صلاح، ولو ما جبتليش حقي يا صلاح هتشوف انت وهو. انت رقبتك هتطير النهارده يا. احنا لو قعدنا 6-7 سنين عشان نعمل فيديو زي ده لازم هي تتدرب. 6-7 سنين يعني ايه؟ كل ده منك انت، انت السبب عشان قلت لك تاخدني كلوز انجل وانت ما رضيتش. ضغط على الانجل، انا لقيت الكلوز، ضغط على الانجل في الشقه كلها مش لاقي انجل، وبعدين كلوز انجل ازاي؟ ده انا لو قلت لك ابولو دي الكبيره يا دوب تاخدك ميديا مش تعرف تاخدك. ما تخلينا واقعيين بقى، ما تشوف حاجه عايزنا يا عم. شكرا شكرا. وانت كمان بتقول على الفيديو بتاعي زفت، انا هوريك انا هوريك بقى، انتوا تتشهروا كده في ثانيه وانا عايز نقعد 6-7 سنين اتعلم. ليه ان شاء الله؟ قوم معايا، قوم يا صلاح، هنصور فيديو دلوقتي وهنشيره عندك. نروح فين؟ انا هعمل فيديو دلوقتي وهتنزله عندك على البيت. يلا يلا. ايه؟ اتلم. حاضر. اقسم بالله لو ما عملتوا فيديو متشكل انكد عليكم. قرب. ايه طبعا يا جماعه، انا كلمت استاذ هاني وقلت له نفسي ان هو يشيرني معاه في الوطن العربي. طيب ضحني بالفيديو ده. انا خبطت عليه الباب لقيته بيفتح الباب ومره واحده بيقول لي انت مش هتشيرني معاك في الوطن العربي. انا بفتح الباب لقيته وده من انا. اي حاجه عندي كنت وديها له. واتسنى مع بعض السوبر ماركت. فاكر لما اكلت بالشوكه؟ انا دخلت السوبر ماركت انا ببص على البيت لقيت الشوكولاته دي. خلاص يا صلاح خلاص، هتاخد الفيديو ده وتشيره. رح. انت فاهم؟ تلم. حاضر حاضر. سديت نفسنا، ربنا يسد نفسك يا شيخ. خد 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 يا صلاح. استغفر الله العظيم. هات الطبق ده ناخده في البيت. خد. بلع بالقراصي. انت بتتريق صح؟ لا يا فندم لا ما بتريقش. نهار اسود.